السلام عليكم، مرحبا بكم. عندي اليوم في جيهان بارافارماسي، كنقدم لكم نفسي جيهان حمص، صاحبة محل جيهان بارافارماسي بتبريكت بسالة شارع المزرعة. من بعد ما حصلت على البكالوريا ديالي في علوم الاقتصاد والتدبير، درت لافاك، خديت الليسانس ديالي في الفينانس كونتابيليتي، موراها درت سلك الماستر في العلوم الاقتصاد والتدبير، وحصلت على الماستر ديالي في العلوم التدبير. وده اللي كما خولني انني نتعلم بزاف ديال الامور اللي في التدبير والمانجمنت لا كونتابيليتي ميم لادمينستراسيون. وانا في الدراسه ديالي كان الطموح ديالي انني ندير شي مشروع خاص بيا، كانوا بزاف ديال الافكار ديال المشاريع اللي نقدروا نقولوا انهم يا اما طوندونس يا اما انهم مطلوبين في المارشي. من بعد الطريق ساقتني لواحد الدومين اخر اللي هو هذا الدومين ديال بارافارماسي. صراحه الدومين ديال بارافارماسي جاء بار كوينسيدانس، درت دي فورماسيون، درت دي ستاج وحبيت الميدان وحبيت الدومين، جبني الكونفرونطاسيون مع لي برودوي، كيفاش الناس انها كتطلب هاد لي برودوي وانها كتستعملهم، وعجبوني لي مارك، عجبني لو دومين، كيفاش كتكونفرونطا مع الكليان، كيفاش كتنصحو، كيفاش كتعطي الحاجه اللي كتجيه مع وجهو، كي حد من المشاكل وهذا اللي كاين. الصراحه باش حليت هذا المحل الصراحه ما كانش غي بار كوينسيدونس كما قلنا، مي انني انا هذا المشروع درت له دراسه، نقدروا نقولوا ان قرايتي وداكشي اللي قريت انني قدرت انني انفيستي هنا. درت لقيت بلي ان هذا الشارع ما فيهش لي باغا فارماسي، يعني الساكنه هنا محتاجه لواحد الباغا فارماسي اللي تاخذ منها لي برودوي اللي تحتاج بالنسبه للناس اللي حاملين باغي عدد يولدوا، خصهم لي برودوي اللي تصلح البيبي ديالهم، العنايه بالبشره، لي بيبغون، وبزاف ديال الامور. وكذلك الناس ديال السكري كيقتضوا من عندنا هكذا لي زاباري السكر السكر باش انهم يكون عندهم واحد لو كونترول ديما على الضغط ديالهم وعلى نسبه السكري عندهم في الدم. وكذلك المنتجات للعنايه بالمراه وبالتجميل، الصراحه نقدروا نقولوا حين تلقاش كما سبقت وقلت لك باللي انني انا كنت كنقلب انني ندير واحد لو بروجي خاص بيا، يعني كما قلت لك الفكره ديال المشروع اللي كانت كل مره كتغير، مي باش دخلت لهاد لو دومين وعرفت فيه وكانت عندي واحد ليكسبيريونس وتكونفرونتيت مع المجال حبيته وعجبني وقلت لي مالا. بالنسبه ليا انا مورا ما خديت الماستر ديالي اللي سبقت وقلت بلي انه في العلوم التدبير، كنت جات مع لا بيريود ديال كورونا، كان الكونفينمون، كانوا بزاف ديال الامور، النفسيه ما كايناش، ديك الجلسه في الدار حتى هي خلاتنا اننا ينقص شويه الطموح ديالنا وينقص الاولويات ديالنا. من بعد ما فتنا شويه تجاوزنا ديك الفتره ديال الكوفيد الله يهزو علينا، بقيت كنقلب ندفع في المباريات ديال الوظيفه العموميه ودوزت بزاف ديال المباريات، ولكن للاسف ما جابش الله. وهذا الشيء غير ما كانه كي النفسيه ديالتي كتحطم، وبزاف ديال الامور والديا والانتوراج ديالي كان كيشوفني انني عندي ديبلوم عندي كفاءه وانا ما خدامش جالسه شوماج. هي هذيك بقيت كنقلب على كيفاش انني نخرج من ديك لا سيتوياسيون، مورا ما بقيت كنبحث وكنسول الناس وهذا، عرفت بلي انني نقدر انني نحل واحد الباغا فارماسي، فقط انه يكون عندي واحد الباجاج ويكون عندي واحد الفورماسيون انني انا انصح الناس. يعني ملي غيجي عندك الانسان غيقول لك انا مثلا محتاج عندي دي طاش في وجهي اللي هما بزاف ديال المشاكل اللي كنلاحظ انني عندي في الباغا ديالي، كيجيو عندي الناس المشكل الغالب عندي هنايا هو ان الناس بزاف كيجيو على المشكل عندهم لي طاش اللي هما البقع الداكنه في الوجه،
والناس اللي عندهم حب الشباب او الاثار ديال حب الشباب اللي غنرجعوا نقولوا انهم دو توت فاصون هما دي سيكاتريس ولا دي تاش برون. يعني انا خصني نعطيها لواحد المنتج لانه غادي يجي معاها. هو سي با ان ميديكامون ماشي دواء، ولكن واحد المنتج اللي غتعتني به لانها غتتبع واحد المده غتلقى بلي ان هذاك المشكل ديالها نقص او لا تحسن او لا مشى في مره. يعني انني انا خصني نكون كنعرف شنو خصني نعطي لذاك الناس، عندي خبره عارفه لي برودوي اللي غيصلحوا لديك السيده اللي سواء عندها البشره حساسه، البشره دهنيه او لا البشره ناشفه. خصني نعرف المنتج اللي غادي ينفعها وما غاديش يضرها. وكذلك الفئات ديال الناس الاخرى اللي كيكون عندها واحد الطلب وكتبغي انها تلقى لواحد المنتج اللي كي يعاونها ولا اللي غادي يلبي ليها داك الطلب ديالها. مورا ما صافي فكرت انني ندير شي مشروع ولقيت الفكره ديال المشروع، لاننا ما ننساوش بلي ان اي هدف او اي في اي مشروع كتبدا بفكره. انا كنت عندي الفكره ودرت ان بيزنس بلان اللي هو نقدروا نقولوا انه دراسه الجدوى، جلس وشفت لي بوزوان ودرت ايتود دو مارشي وعرفت انني لي كليون اللي انني غادي نسيب ليهم. يعني درت واحد كما نقولوا دراسه للمشروع ديالي. وملي عرضت الفكره على الزوج ديالي وعلى العائله الصغيره ديالي رحبوا بالفكره وعجباتهم. كانوا عندي بعض المشاكل اللي هما ماليين في الاول باش انني ندخل على واحد البروجي، لان هذا البروجي كيطلب نقدروا نقولوا كيطلب واحد البيدجي شويه متواضع نقدروا نقولوا الى طالع واحد شويه، لانك باش تاخذ محل وتاخذ محل وتعمرو بلي برودوي خص يكونوا عندك واحد لي برودوي لي سوفيزامون سوفيزامون لارج باش يكون عندك المحل عامر. ملي يجي عندك الواحد يقتضي واحد الحاجه يلقاها عندك. كان عندي واحد راس المال اللي هو بسيط وعاونوني العائله الصغيره اللي هو قرض انا كنسددو مع المده، مي هما اللي عاونوني وشجعوني توقفت على رجليا. ومازال بزاف ديال الامور اللي باغا نطورهم في المشروع ديالي، وباغا ندخل دي غام جداد وندير واحد لا بارتي اللي ندير فيها لي برودوي ديال الكوزميتيك بلس والمنتجات اللي كتطلب بزاف وكيطلبوها ليا الزبناء ديالي. بحكم انني دست بواحد ليكسبيريونس اللي نقولوا انها حبطتني بعض الشيء، كيف ما كنعرفوا اي واحد اللي كيكون دار واحد الدراسات راه ماشي سهل تقرا باك بلس 5، راه ماشي سهل. كتكون ملي كتشد الدبلوم ديالك وكتكون خارجه كتكون تتسنى واحد الوظيفه واحد الراتب اللي هو طالع مقارنه مع الدراسه اللي درتي، ولكن نقدروا نقولوا ان ربي ما جابش ولا الزهر ولا ما عرفتش، يقدروا يكونوا حتى اسباب اخرى ما عرفتش. وكان سورتو حتى لا سيتوياسيون ديال الكوفيد زمات شويه لو مارشي دو ترافاي. يعني انني ملي شفت انني درت لي واحد المشروع، لانني انا كنت كنحلم انني كانت عندي فكره انني ندير فقط مشروع، لان الفكره ديال بارافارماسي كما قلت لك جات مع من بعد. فكرت انني ملي فكرت انني ندير البارا فارماسي كانت عندك ساعه عطاتني واحد الشجاعه واحد الشغف انني كيفاش ندير لا ديكوراسيون ديال البارا فارماسي اللي تكون مغايره على الناس الاخرين، اللي تكون واحد لا ديكوراسيون اللي تعجب الزبناء ديالي اللي تاتيري لاتونسيون. كانوا بزاف ديال نقدروا نقولوا كيسيون دو ماركتين كيسيون دو بوبليسيتي. بما انني دست بهذه المرحله اللي هي صعبه اللي ضريت بها من الناحيه النفسيه ونقدروا حتى الناحيه الصحيه، الا وانني كنت ديما متشبته بالحلم ديالي انني ما غاديش نشد الدبلوم ديالي وغنجلس في الدار. ما يمكنش، لان الانسان كيقلب على انه يدير شي حاجه مستقل بها، يكون عنده واحد الصالير لانه كي
تيدير به بزاف ديال الاولويات. يعني انا كنصح الشباب اللي عندهم ديبلومات ولا اللي ما عندهمش ديبلومات انهم ما ينحرفوش ولا انهم ما يضيعوش ولا انهم يبقاو كما كنقولوا اليدين لي بغا كروازي، يبقى جالس سميتو الرزق ربي رزق، ولكن الفلوس ما كطيحش علينا من السماء. ولكن الواحد خصو يفكر شويه، وكاينين الناس اللي تيرتاحوا في الوظيفه انه يكون في بيرو خدام عنده واحد لو سالير فيكس، هذوك تما يديروا مجهود ويدفعوا ويعاودوا يقراوا ويواصلوا تيوصلوا للحلم ديالهم. الحلم الا ما خدمناش عليه راه كيبقى ديما حلم، حلم خصو يتحول لهدف، والهدف خصنا ليه خطه باش نوصلوا ليه. يعني والناس اللي انهم سواء ما قارينش ولا تالي عندهم قارين يقدروا في شي لحظات انهم يبدلوا الخطه، يبدلوا الدومين، يبدلوا المسار. مهم ما يبقاوش جالسين بلا والو، ما خصهمش يبقاو جالسين بلا والو، واخا يبداو خير بشويه. ودابا تا التجاره الالكترونيه فتحت بزاف ديال الفرص للناس، انهم الناس اللي ما عندهمش واحد لو بيدجي كبير انهم يديروا محل ويكون عندهم واحد المصاريف كثيره، يقدروا يخدموا غير بالبيسي ديالهم الانترنت. يعني بزاف ديال الامور، يعني الواحد يبقى ديما خدام على راسه، ما خصوش يسلم. الناس اللي باغيين يزوروا البارا فارماسي الا يقدر انه يقلب عليا في جوجل جيهان بارا فارماسي، لا لوكاليزاسيون تقدر تجيبو حتى لعندي. سينو انا كاينه في شارع في حي المزرعه تابريكت، القريبه جدا من مستشفى مولاي عبد الله السابقين. ومرحبا بكم، المحل ديالي كيعرض منتجات كثيره، وكندير اثمنه جد مناسبه، وكندير عروض هائله. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.